الفلاكسيد او بذور الكتان، وفي نفس الوقت كمان الصبار مع الموز مع زيت الجوز الهند مع حليب جوز الهند. الوصفة دي فعلا مع الاستمرار كل يوم، كل 3 أيام، بتعمل فعلا فرق في الطول. الحبيب الحبوب الفلاكسيد زي ما حبوب انت الفلاكسيد علمتينا ان اللي احنا هي بنحطهم في بذور ميه الكتان بتتغلي وبتتصفى. وبتتصفى يا بتبقى جيلاتينه كده. الجيلاتين سلايمي جيل. طب يا في انجريدينتس يعني، في معلقه لا لا معلقه لا مش شرط، لا الشعر على حسب طوله كمان، يعني لو الشعر الطويل بتبقى كمية معلقتين معلقتين من كل نوع، إذا اوكي الشعر قصير زي شعري أو شعرك بيبقى أقل معلقة معلقة معلقه بس. معلقه. طيب ام يوسف بتقول لك انها عايزه وصفه للشعر الناشف، دي بقى اللي أنا كنت مجهزاها للأسف الوقت ما اتكفاش، هنعملها المره الجايه. لكن انا هي بنساها سهلة دايما. جدا وإن شاء الله أوعدكم إني هتواجد معاكم وأعملها لكم بنبقى عملي، قبل ما تسافري. واستنوني على التلفزيون وهعملها لكم إن شاء الله.